السلام عليكم، كيف نتوما؟ بخير مزيانين؟ العائله كلشي الحباب، كلشي هو هذا، كلشي ديال الله. المهم احنا في العمل كما كتشوفوا، الضو كاين، كلشي كاين. ها المهم قلنا نعملو لكم شي فلوك خفيف. المهم العشيه شويه طويله، وحنا خدامين جينا نخدمو نحلبو هاد العشيه. المهم دخلهم في الماكينه نحلبوهم، وحيد الله جوج ثلاثه اربعه خمسه. المهم خمسه بارطاويش، كل بارطاو فيه 150 غنمة. المهم اخوتي ندخلو هادو هما، نتينا كتشوفو وقفو وقفة واحدة، خصك تدخلهم كاملين. نكون شي فلوك في الخدمة هيدا، والسلام. يكون في مستوى، يكون شي طويل. هانتوما كتشوفو اوبيخاش اسكيلاداش، يعني محيدين لهم الصوف. هاهوما سلوخة مسكين، عاد كتحس براسها مصيفة في البلاية اللي كتكون بالصوفة، والصيف كتكون بحال شي واحد لابس مغطي بالبطانية في الهينون، في الهينون تشارك 8. يلا نتوما اخوتي كتشوفوها وكيدخلوها. ها نتوما يلا بقاو معنا حتى نحلو شوية وهادي. المهم انا مالكم شي لقطات اليوم ودبارة، حيت الفلوق باش نعدلو مكمول نوقف يدي من الخدمة، يعني نقابل غير خوتي المغرب هاد العام كيقولوا ما كاينش. الله ما نعرف قضيه فيها، خصك تهبط في يدك التحليل، خصك التحليل، خصك تقطع بي من الانترنيت، خصك عندك يشد عليك الحدود. المهم الله يحفظ، مع الله يستر. يلا اخوتي بقاو معنا ومن بعد نكمل لكم. اخوتي هانيين مهنيين، احنا معاكم عاود ثاني. الريش كيحلب، احنا قدامي كنشحطوا ما بقى لنا والو. ها اللي بقى لنا. المهم ها هو غيعمل القناة ديالو، تا هو كيعمل القناة وكيبدل التليفون وكينسى الجيميل. كنحلف فيكم، عرفتي انا بنادم سمعني على كتافو. ها انتوما خوت داكشي ساهل، مال كون غير شوية خفيف وصاف. هانتوما يلا بقاو معانا. المهم الاخوان احنا سالينا والله العظيم، الا كنتهناو من اللي كنساليوها. اي والله ها هما باقيين ديك اربعة الغنمات، غنحلبوهم. هانتوما جرانخا الريفي اش كيعمل. سالينا سالينا سالينا، عمل لك الله. ها غير فاش كيعمل، ها سلام زروب تا هو كدا اللي كنساليو بحال عملنا كلشي. ها حنا خوتي سالينا، الله يجعل شي بركه، نحلو هادو ما يخرجوا في حالهم. العشيه كنجيو غير نحلبو، فهمت؟ عرفتي عرفتي واش كتسمعوني ولا لا؟ على حسب عامل بلوتوث في ودني. صافي دابا غنسكسو شي حاجة، نسكسو على الماكينة، نسكسو على الماكينة. إيوا والساعات تنمشيو فحالنا، دابا 48 دقيقة. هي هاداك بريباريو هاد الماكينة، نحلو هاد التشافيس، نخويوها من الحليب، نخويوها من الحليب، نخدمو لها الليخية ديالها، المسائل ديالها. باش كتلافا كتغسل، ها القطوط هنايا كيغوتو خصهم الحليب، تاهو كيستناو الساعة ديالو. وانتوما كتشوفو ها الارما خوتي، كاميرا كدا، كلاب هاهوما. عاود اللي عاقل على هاد الكلاب هادوما، هذا كان صغير ستيت وكنت كنعمل لكم فلوك. ها الحليب كومة في دايزة، طبعا خويوها القطوط تاهوما خصهم الحليب، كلشي خصو الحليب اصلا. عارف فيمشي يشد لها الغنم، والقطوط عاود حديقة الحيوان عندنا هنا، والله العظيم إلا حديقة الحيوان عندنا هنايا. المهم حنا غنخويو هاد الكومة، ها الكلاب القطوط اللي قلتي كاين، الغابة الطبيعة كلشي طبيعي مع مضوة. ها الكومة عامرة بالحليب،
الحليب خرج الحليب. يلا اخوتي بقى معايا. المهم انتم كتشوفوا دابا غنبغي الطاري ولا الماكينه. دابا الماكينه كما كتشوفوها سالينا من الحليب. غادي نعملوها في مرقه كما كتشوفوا. قومه قداش هي طويله خصك تكون عاود حري فيها باش تعاد لك الماية في مرقه. نعملو هاديك هايدا شدو عليا هنايا هايدا هانتوما كتشوفو هانتوما كيفاش كنعملوها في مقطعة. المهم احنا علقنا الكومة دابا نخدمو الماكينة. باطلة بالمقاس غادي نعموها شي حاجة غير هما هنا. جبدوا واحد فيلترو دابا دائما كنعملوا واحد فيلترو هنا باش كيصفي الحليب. ها ما كتشوف. المهم باقي بزاف ما يدك ماشي ما بغيت تسكسيفه والسلام للماكينه. نتوما عارف ها هو داك الفيلترو كنجبدوه الصف هاي كيبقى صافي فهمتوا. ها هو هذا غنسيبوه في الماكينه. ما هو ود راسو احنا كنزيدو نزغليو وصافي. طبعا شطو شي حاجه هنايا صافي يمشي شد بيبان وغنقطط عليها غير هما مدلعين. كل عندنا العوينه التطوانه صح اخوتي. هاد العام المغرب والله ما نعرف خصك التحاليل خصك تقطع بين انترنت خصك تعاود تعمل الحجر الصحي في المغرب وعندهم يشدوا الحدود تبقى حاصل. كاين اللي غيضيع في الخدمه ديالو كاين اللي يضيع في السكان ديالو بحال اللي داعوا الناس اللي كانوا في الاول هاودو حصلوا في المغرب وهالكلاب فين هما عقدتو لها هادوما فين دابا هادوما هاي شنو كتعاد دار هادو بغا يباتو هنايا ولا خصنا نخرجو. اه كاري تمنظر دابا خصها تبات هنايا يا ولا خصنا ندقوا لهم شي 4 بونتاس ليه وسالينا شي بحال هكا. المهم غنشطبوا هاد الشيء اللي هنايا غيتشطب كامل. الماكينه دابا غتلا برنا خاصنا نشدو هنايا القطوط كيشربوا الحليب ديالهم. حتى شي الحليب هنا يبقى. ايوا حنا خدامه ديال الخدمه ديالنا خوتي. دابا هنا غنسقسوا شي حاجه في هاد البلاصه. شحال من واحد خدام هاد الخدمة هادي كيقول لهم في المغرب خدام في الدانون في الجبال خدام في الشركة العاملة المنتوجات المحلية هنا فين ساكنين في هاد البويبلو. كاين شي واحدين خدامين وكيقولوا لعائلتهم بلي هما خدامين في البناء ولا خدامين في شي فابريكا هو خدام في الغنم كيهضر شي براسو مصر باش الخدمة عادي خدامين بالقانون ديالنا السيبور الضمان الاجتماعي كونجي سوايع نوض الراحة كنريحو يوميا في السكان بلايص صحرا بلوك والله ما كيجلسو اللي خدام في الخدمة كل اللي كان مساء سالينا سوتش خلينا نقيل حتى ما عرفش تطلبوا شي حاجه هنايا نشطبوا هاد الارض هادي شي حاجه نحيدوا هذا وجمعوا وطوي سالينا خوشاشه بيبان ليهن
ايوا هادشي اللي كاين اخوت. يلا اخوتي بقاو معايا. المهم اخوتي احنا سالينا الله يجعل شي بركه عن اكتيفيو الارما الارما هاهي يا خافينيه عن اكتيفيو دابا غنشوف حنا. المهم انا غدا وبعدو جالس ما قداميش شي بلاتي نتوما واش نفري عنده ولا لا خاصه نجيب الحليبه 3500 كيلو على ما السوق يا دوز جرادو صح. المهم اخوتي خلينا غير نشري الفيديو معنا من نفس الوقت حتى النهايه احنا سالينا الجو انا غدا مريح بيت حوايج نصبنو في الدار اكتيفيو الارما ام تيليفون. يلا اخوتي تهلاو في راسكم الطلبه ديال الخدمه كتسنى هنا نتوما كتشوفوا ها هي فين هي. يلا اخوتي تهلاو في راسكم تلاقاو في الفيديو اللي ما جاي وبقاو مع السينمات. السلام عليكم.